في البداية أتوجه بالشكر الجزير إلى قناة الدار التي أبت إلا أن تشارك ساكنة مدينة القنيطرة والشعب المغربي قاطبة تخليد الذكرى 84 لمظاهرة القنيطرة في 27 أكتوبر 1937. وأود أن أشير إلى أن هذه المظاهرات التي عرفتها مدينة القنيطرة جاءت كرد وتضامن مع ساكنة مدينة مكناس التي تعرضت للبطش من طرف القوات الاستعمارية في 1 و2 شتنبر 1937 بسبب مظاهرة أهل مكناس ضد قرارات نظام الحماية والذي يستهدف تحويل مياه واد بوفكران لصالح ضيعة المعمرين. وهذه المياه فهي تزود مدينة مكناس بالماء الصالح للشرب، ولكنها أيضا تعتبر من التراث المادي العريق لمدينة مكناس، لأن السلطان مولاي إسماعيل أصدر ظهيرا يجعل مياه واد بوفكران وقفا، أي من الوقف لمدينة مكناس. لهذا فتحويل هذه المياه لصالح المعمرين في سهل السيس في أراضي قبائل قروان التي سيطر عليها الاستعمار كان بمثابة الشرارة التي ألهمت مظاهرة مدينة مكناس والتي نالت أيد الحركة الوطنية المغربية برمتها. فظهرت مظاهرات للتضامن في فاس وفي الرباط وفي سهلة تضامنا مع ساكنة مدينة مكناس الذين تعرضوا للقمع، وكذلك في مراكش لاحقا، وهكذا. ففي مدينة القنيطرة والتي نضجت بها ظروف الحركة الوطنية والتي انطلقت بها منذ 1933 على إثر خطبة حماسية ألقاها الشهيد محمد ديوري بعد صلاة الجمعة في مسجد الزاوية التيجانية، فانطلقت المظاهرة احتجاجا على ما يسمى الظاهر الاستعماري أو الظاهر البربري. إذن منذ ذلك الحين والحركة الوطنية بمدينة القنيطرة عرفت تقدما في رص صفوفها وفي استقطاب المواطنين إلى صفوفها. ونضجت الظروف في هذا الوقت في أكتوبر 1937. إذن قلت، وبعد خطبة حماسية ألقاها الشهيد محمد ديوري بعد صلاة العصر برحاب الزاوية التيجانية، وكذلك خطب ألقاها وطنيون آخرون لتحميس لنشر الحماس وسط السكان، انطلقت المظاهرة الصاخبة نحو الباشوية، فحاصرتها القوات الاستعمارية بألوية تكاد لا تنتهي من سنغاليين واللفيف الأجنبي، فأصيب كثير من الوطنيين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تم اعتقال أكثر من 70 من قادة الحركة الوطنية، منهم سيدي مشيش العالمي، منهم الشهيد محمد ديوري، منهم الجلالي بناني، منهم من الحاج بن دلال الإدريسي وآخرون، واللائحة طويلة جدا لا يسع المجال لاستعراض كل اللائحة الوطنيين الذين تم اعتقالهم وحكم عليهم ب
مداد من السجن تتراوح بين 6 أشهر إلى سنتين، ونقلوا إلى برج النور سجن برج النور بفاس، ومن هناك إلى سجن الريش على مقربة من ميدلت، وهناك وضعوا تحت رحمة الجلادين من قوات الاستعمار الذين كانوا يشغلون في الأعمال الشاقة. وهناك حكاية مأساوية لظروف هذا السجن يحكيها العلامة جاهد المجاهد الكتاني في كتابه من ذكريات مكافح في قلميمة، يحكي هذه المأساة التي أنه تم سفك أنه مات تحت التعذيب بعض الوطنيين مثل فقيه القري. فإذا وعلى شفا لما كاد هؤلاء المقاومين الوطنيون إنهاء مدد سجنهم، تم تطويفهم في سجون أخرى إمعانا في تعذيبهم في سجن علي مومن وغيرها من السجون المغربية، ولم يراعوا سن البعض مثل سيدي مشيش العالمي الذي بلغ من العمر عتيا. وبالنسبة لمدينة القنيطرة فقد طوقت بقوات استعمارية وأعلنت في حالة الطوارئ، وعاشت ساكنة القنيطرة أوقاتا رهيبة خلال هذه المدة، وتم إغلاق المدرسة الوطنية، وتم نفي أساتذتها إلى الدار البيضاء مثل الأستاذ أبو الشتاء الجامعي وغيرهم. وعرفت مدينة القنيطرة جوا من القمع والإرهاب، وهكذا كانت مدينة القنيطرة أيضا من المدن التي تضامنت مع ساكنة مدينة مكناس، وساهمت هذه الانتفاضة في ميلاد غداة الحرب العالمية الثانية، في ميلاد حركة وطنية أكثر قوة من ذي قبل في مدينة القنيطرة ستلعب أدوارا طلائعية لاحقا. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.